الكبير قوي في كوريا. انتم متخيلين؟ والله العظيم النهارده في حدثين اصل بالنسبه لي، يعني حدث منهم محمد صلاح متصور جنب مسلسل مكتوب عليا بتاع اكرم حسني وبيقول له انت جامد، وملاطفات ظريفه حاصله ما بين اكرم حسني ومحمد صلاح، مو صلاح مو صلاح. ومن ناحيه تانية الكوريين بيكتبوا على الكبير قوي، ده حقيقي. وبعدين احنا لقينا انه ساره هجرس وهي واحدة من كاتبات هذا المسلسل اللي على ما يبدو مكسر الدنيا، واللي انا حظي وحش ان انا ما اتفرجتش عليه، يعني بعد ما كل الناس عماله تتكلم 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 الكبير قوي الجزء السادس الكبير قوي الجزء السادس، فلقينا سارة نشرة بوست من جورنال كوري. طبعا انا مش عارف يا سارة بتعرف تقرا كوري ولا لا. سارة سعد هجرس بنت الاستاذ الكاتب العظيم الرائع الأستاذ سعد هجرس رحمة الله عليه، واحد من أبناء الجيل الذهبي في الصحافة المصرية، واحد من أبرع المحللين السياسيين الله يرحمه، واللي كان الصديق الأنتيم لأبويا برضه الله يرحمه. فسارة أختنا، يعني سارة سعد هجرس أو باسم الشهرة سارة هجرس. إزيك يا سارة؟ يا يوسف إزيك، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. انا لهلوبه في الكوري على فكره. لهلوبه في الكوري؟ لهلوبه. واضح. انما انا عايز اعرف، هو انت جبتي البتاع الكوري دي منين وفهمتي منها ايه وازاي؟ ما فهمتش حاجه طبعا، انا فهمت بس ان كان في حدث ما او ايفنت، وان الناس تبادلت ان في عاملين فيرجن مصري او سبوفنج على سكويد جيم الكوري الشهير. فالناس احتفت، مش عارفه ليه، هل تهموا الهاتف بتاعنا مثلا ولا هم ولا مش عارفه ايه يعني السياق بصراحه. يا ترى هم كاتبين فرحانين ولا كاتبين متضايقين ولا ايه بالظبط؟ بيسموني ولا ايه؟ بس يعني انا اتبسطت بقى، قلت اضيف يعني، فزدت بقى اتبسطت، قلت يا سلام. تمام كده خلاص. طبعا كده خلاص، يعني الكبير قوي ست عدى. خلاص اديت رسالتي. الحمد لله. الحمد لله. ساره انا في اسئله كتير، لكن خليني هسال باعتبار ان انا كنت بتكلم على الاستاذ سعد الله يرحمه. واحد من ابرع المحللين والكتاب السياسيين، لكن ساره هجرس اصبحت واحده من ابرع الكتاب الساخرين. ايه اللي وداكي ناحيه الكتابه الساخره يا ساره؟ يخلق من ظهر العالم فاشل. لا يا ستي، العفو، يخلق من ظهر العالم كاتبه ساخره. يعني عاده الواحد بيرث حاجات من اهله، وبالذات ولاد اليسار القديم، فتلاقيهم واخدين خط كده. فانت رحت بعد عن الخط ده خالص، وسع على راي عبد الرحمن الابنودي ومحمد رشدي، وداخله في الكتابه الساخره. والله انا دخلت القصه كلها يعني بدون اي خطط مسبقه خالص اطلاقا، يعني هي كانت محض صدفه شديده يعني. وعمري ما كنت ادعي ولا اجرؤ ولا اقدر، انت عارف انا نشات البيت الاستثنائي وانت مش بعيد عن عارف يعني اجواءنا. فانا لحسن حظي الحقيقه ان انا نشات البيت الاستثنائي، فكان بطبيعه الحال ان احنا عندنا صالون شبه يومي في بيتنا، في بقى اشاوس اشاوس الفنانين والسياسيين واقطاب اليسار، وانت عارف الاجواء دي. طبعا. فانا غصب عني، وانا كنت شديد الارتباط بابويا يعني، فكنت ملاصقه ليه يعني. فاحنا كان عندنا صالونات شبه يوميه او دوريه، نجم بقى وإنام وصلاح جاهين والحاجات الفلالي دي. وانا قاعده بقى لازقه في ابويا وكده، فاظن بطبيعه الحال يعني ايه، اخذت فكره عن الكلام الجامد. ايوه صح، فكره الكتابه العاميه وفكره السخريه من صلاح جاهين ونجم، برضو دي مدرسه بنت لذينه يعني. لا، ما انا لا اجرؤ بقى يعني، انا مش ههوت خالص. بس انا اظن ان انا ايه يعني، اللي بيقرا شويه بيعرف يكتب شويه، انا اظن كده يعني. فانا طبعا انا كنت محظوظه ان انا نشات في مناخ اهلني يعني ان انا يعني امتص ان الناس دي حاجات مميزه جدا، وكان عندي مكتبه كبيره، فكنت مضطره اقرا علشان هروح فين يعني، انا مضطره. فاللي بيقرا شويه اظن انه بيعرف يكتب شويه يعني. فدي كانت البدايه. بس البدايه بقى الفعليه اللي انا دخلت الكتابه، هي كانت ليها اي علاقه بابويا الحقيقه. هي كانت انا كنت في كليه فنون جميله، وكان واصدقائي احمد امين صديقي معايا، في احنا خريجي فنون جميله احنا اثنين، واحنا كنا بنقعد نعمل الهبل بتاعنا ده على القهوه كده، ونقعد نكتب شعر ونهرتب ونعمل حاجات. بس انا عمري ما اخذتها جد خالص، واحمد كان دايما بيزن عليا اكتبي اكتبي، وانا عارفه عشان شايف الحاجات اللي بجد الحق حقيقي، فانا حاسه ان يا جماعه ما تخلونا في حالنا، بلاش نهزق نفسنا.
فلغايه بقى لما احمد الحقيقه اقنعني جدا ان احنا نعمل حاجات، بدانا على الديجيتال حاجات على السوشيال ميديا ازاي تعمل حاجات في 30 ثانيه والبريك، ثم موضوع تصور البلاتو، ثم مسرح، ثم امين الشركاء، ومشيت بقى. وانطلقت ساره هجرس في الكتابات الساخره. لو زقوني والله، لوني قاعده سيرش كده لوحدي. طب الجزء السادس بالتحديد حصل فيه تغيرات دراماتيكية لو صح الكلام، يعني بقى بالتعبير الكلاسيكي كده، من هدية لمربوحة، وده كان الانتقال الناعم أو الانقلاب الناعم. جبتيها ازاي دي؟ والله احنا اول ما قعدنا، قعدت طبعا مع مؤلفي الاجزاء السابقه والحالي طبعا عز وصقر، مصطفى صقر ومحمد عز، اول ما طلبوا مني ان انا اشاركهم السيزون ده، ففي الجلسات الاولى يعني بدانا، هم كانوا بيقولوا ان هم يعني هم كانوا اصحاب فكره اقتراح ان في شخصيه نسائيه جديده، مش هديه، مش امتداد هديه، تكون شخصيه جديده بطوله نسائيه. فقعدنا نبني شخصيه مربوحه، وكان الهدف الرئيسي من في بناها يعني في الكاركتر بروفايل بتاعها ان هي تكون بعيده كل البعد عن شخصيه هديه، لاعتبارات كثيره منطقيه الحقيقه، ان اولا ارتباط العاطفي للجمهور بشخصيه هديه، واحنا شعب عاطفي يعني فبيتورط عاطفيا مع أي. مع اللي بيحبوه، فهم مرتبطين طبعا بالكبير وهديه، كبير وهديه، فما كانش ينفع يبقى في مساس بالعلاقه المقدسه دي عند الجمهور. فما كانش في حل غير ان احنا نعوم على عوم الناس، يعني الناس مش عايزين حد غير هديه، طب واحنا مش عايزين حد غير هديه، الكبير مش عايز حد غير هديه، ولازم الكبير يتفعل، احنا كمان مش عايزين كبير عايز حد عايز غير هديه يعني. فعملنا شخصيه ان هو اجبر على الجواز من مربوحه، لاعتبارات بقى حضرتك ما شفتش المسلسل يا استاذ اتفرج. بيقعدوا يحكوا لي والله. ولادي مدمنين الكبير عموما. لا طب اتفضل يعني شاركنا. انا هعمل كده. شاركنا الفرحه. لا هعمل كده والله. ايوه ارجوك. فجت بقى مربوحه ان احنا نبعد عنها بخط درامي جديد بقى خالص، بكاركتر بروفايل جديد، عشان ما يبقاش فيه مقارنه خالص بينها وبين هديه، اما عن وجودها بقى فكان ضروري ان احنا زي ما بقول كان دخول امن، يعني لازم نخش كده ايه بحذر. ان هي تبقى في الاول فعلا مش متقبله من الكبير وعيلته، وان هم يصطدموا ببعض، ثم يحصل شويه مفارقات، ثم يعني تخش كده ايه تتسرسب كده، وده الحمد لله نجحنا فيه بفضل ربنا يعني الحمد لله. وناس حبوها جدا جدا. قصه الكبيره فحت دي اختراع مين بقى؟ اختراعك برضو ولا ايه؟ اختراع احنا قعدنا في البرين ستورمنج او العصف الذهني، يعني ان هو برضو دي يعني كانت نتيجه لان الكبير ضروري يجبر على الجواز، ان هو ما بقاش عايز يتجوز، هو رافض الجواز لان هو بيحب هديه. بس في حاجه حد بيجبره، مين بقى اللي مين ليه ابر هاند بقى ومين ليه يد عليا؟ يعني ما فيش. ما فيش حد، ده الكبير. فكان لازم بقى نجيب الكبيره فحت من الجبل بقى، من مصاريف الجبل. علشان هي بقى تبقى عمته وليها ليها القوه الغاشمه دي انها تجبره بالقوه يعني ان هو يتجوزها. فطلعت بقى الكبيره فحت بقى، وقعدنا نرسمها بقى واحده واحده لغايه لما طلعت انت مش مظبوط يقعد بالحاجات دي. لا بصراحة أنا يعني أنا عاجبني التوليفة، واللي عاجبني جدا الباز اللي اتعمل حوالين المسلسل، لأنه أنا كنت حتى امبارح بقول يا جماعة من كم الناس اللي بتتكلم عن المسلسل إيجابيا وعلى مستويات المشاهدة بتاعته، فسحب البساط سحبة من آخرين كثر بصرف النظر هم مين، بس يعني سحب البساط سحب البساط. وتوقيت العرض بصي هي التوليفة كلها يعني أكتر من رائعة. عايزين نشكرك يا ساره بجد والله على مشاركتك في العمل ده، اللي انا شايف انها مشاركه بالتاكيد ايجابيه وفعاله جدا. ساره هجرس، طبعا انا عندي اكيد انحياز لساره سعد هجرس. ليه؟ لانه زي ما بقول ساره دي اختنا يعني، واصغر مني طبعا بحبه حلوين، لكن هو انت عارف الواحد لا يستطيع نفي انحيازاته اليساريه الماركسيه، والانحيازات بتاعه الاصدقاء العائله، وانحيازي تحديدا للاستاذ سعد هجرس اللي كان ليه فضل عظيم عليا بعد وفاه ابويا الله يرحمه. لولا مجموعه من الجلسات واللقاءات مع الاستاذ سعد الله يرحمه بعد وفاه ابويا، انا كان زماني هاجرت، مش هزار، بدون مبالغه، الله يرحمه حقيقي يعني.